الاول هنتكلم عن الايتيولوجي والباثوجينيسيس، الجزء الثاني هنتكلم عن الكلينيكال انفستيجيشن، والثالث هنتكلم عن التريتمنت. المحاضره كل ما نتقدم كل ما تبقى اسهل، اصعب جزء الجزء الاول بعد كده تبقى اسهل ان شاء الله. بعد كده اللوبس ده كرونيك مالت سيستم انفلاماتوري ديزيز اسوشيتد ابنورمالتيز في الميون سيستم، هي نتيجه انتراكشنز امام جينيتيك هرمونال انفايرمنتال اند ايموشن. شكل السكن السكن باترن لاي مريض عنده لوبس ارثيماتوسس بيحدد هل هو عنده سكن ليميتد ديزيز او هو عنده سيستميك اسوشيشن. يعني الواحد لو عنده كلاسيك ديسكويد لوبس او عنده هايبرتروفيك ديسكويد لوبس يبقى موستلي هو عنده سكن ديزيز اونلي، لكن لو واحد عنده لوبس ارثيماتوسس بروفاندس عنده سب اكيوت كل ده في اتجاه بيكون معاه لايف ثريتنج سيستميك ديزيز. الهيستوري احنا نتكلم عن اربع نقط. اول حاجه الهوبس جايه من زمان، تسميتها جايه من كلمه وولف، تفسير ان اللوبس اتقال سمي بهذا الاسم عشان حاجتين. اول حاجه شكل باتر فلاي راش بتكون شكل الفيشر مارك بتاع الوولف. الحاجه الثانيه ان شكل الالسر كانت موجوده في القرن 16، كانوا بيشبهوها بالهنجري وولف ايتنج سفرز فلاش. سنة 48 مالكوم ريفز وصف اللوبس ارثيماتوسس سيلز، وسنة 57 أول أنتي دي إن إيه أنتي بودي وصل أيدنتيفايد. الإبديميولوجي اللوبس بتيجي في الفيميلز أكتر، سيستميك لوبس من 6-1 بتيجي في الأفريكان أمريكان أكتر من الكوكيجن. السكين ديزيز هو الثاني أكتر مانيفستيشن بيجي في عينين السيستميك لوبس بعد الجوينت انفلاميشن، يعني بتاع الروماتولوجي أكتر واحد العيان بيروح له، إحنا ثاني واحد بعده. اخر حاجه ديسكويد لوبس بتيجي اكتر في السن من 20-40 سنه، فوق كده وتحت كده اقل منها تيجي. الايتيولوجي والباثوجينيسيس، اول حاجه هنتكلم على جينيتك ونتكلم عن انفيرمنتال فاكتورز. الجينيتك اتكلم عن نقطتين، اول حاجه الاتش دي اسوشيشن، دول حاجات كتير ممكن نقروها بعد كده. ثاني حاجه اسمها سنابس اللي هي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. ايه هي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم؟ ده variation في single position في DNA sequence among individual. بمعنى ان لو عندي DNA الشين بتاع DNA اللي مكونه من نيوكليوتايدز الادينين جوانين وسيتوزين وما الى ذلك، لو حصل تغير في single نيوكليوتايد واحده بنسميها سنب. بنسميها امتى كده؟ لو التغير ده في 1% من population او اكتر، يعني 1% من population عندهم هذا التغير هذا variation بنسميه ان في حاجه نطلق عليه سنب. السناب ده ممكن يجي في حته كودنج او حته نون كودنج. يعني لو كان جاي في حته كودنج يعني جاي في جين فبيكون الشخص ده عنده مود ذات الين، لكن لو هو جاي في حته نون كودنج بالتالي مش هيكون له افكت. كون ان هو يجي في حته فيها جين فده ممكن يعرض، لو هو هذا التغير ده ممكن يكون يؤدي الى حدوث بعض الامراض. بس يعني على الرغم ان هي وجود السناب ده مش في حد ذاته ديس اوردر، لكن لو هذا التغير ممكن ده يعرض شخص ان يجي له يعني يكون عنده جينيتيك بريسبوزيشن للديفلوب ديزيز. هنقول امثله للسنابس اللي موجوده في اللوبس. اول واحد سي 1 كيو اي سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، ده سناب بيكون معاه سي 1 كيو ديفيشنسي، كومن 1 كيو ديفيشنسي. كومن 1 كيو ديفيشنسي لو ان هو بيكون مسؤول عن فوتوسيستم سيستميك لوبس. C1Q may be involved in clearance of post-apoptotic immunologic material. القصة دي مهمة هنذكرها أكتر مع pathogenesis، إن لما يكون واحد عنده C1Q deficiency ما بيحصل نواتج الأبوبتوسس ما بيحصلهاش clearance للميون سيستم. تاني واحد اللي هو TNF alpha promoter polymorphism ده 308A، ده بيجي مع sub acute وبيجي مع الديسكويد لوبس. تالت واحد اسمه تيك 2، ده بايتس للانترفيرون الفا ريسبتور 1. انترفيرون الفا ده اهم ده الكي رول بلاير في الباثوجينيسيس بتاع سيستميك لوبس. في حاجه اسمها اي ار اف 5 وده بيكون مع الديسكويد بيجي مع سب اكيوت لوبس ارثيماتوس. في حاجه اسمها سي تي ال اي 4 ده اشيت مع الديسكويد لوبس وده بيعمل ريجوليشن للتي سيل اكتيفيشن والسرفايف. اخر واحد بس هقوله اللي هو حاجه اسمها تريكس 1. تريكس 1 ده
وصف حديثا عشان يوصف حاجه اسمها فاميليا تشيمبلين لوبس ولا بلو اوتسومال دومينانت انهيرتنس. ده بالنسبه للجينيتك فاكتورز. الانفيرمنتال فاكتورز هم اهم نقطه هي اليو في راديشن. هم في كذا عامل ممكن ياثر معايا. اول حاجه الالترا فايلت. الالترا فايلت راديشن ده اهم عامل من الانفيرمنتال فاكتورز. هي بتعمل حاجتين رئيسيتين. الالترا فايلت راديشن بتعمل انديوس السيلف اميونيتي. ازاي؟ ان هي بتكوز ابوبتوسس في الكيراتينوسايتس. لما بيحصل ابوبتوسس في الكيراتينوسايتس في بيبتايدز موجوده في الخليه، موجوده جوه. البيبتايدز دي في الحاله الطبيعيه مش متشافه من الاميون سيستم، وبالتالي هي ما بيحصلهاش اوتو اميونيتي تجاهها. لما بيحصل ابوبتوسس بعض البيبتايدز دي بتخرج بره، زي مثلا سيتوبلازمك بيبتايدز زي اللا والرو دي موجوده في السيتوبلازم، بتطلع على الابيدرمال كريتينوسايتس سيرفيس، وبالتالي الاميون سيستم هيشوفها ويعملها انتيبوس. النقطه الثانيه، بعد نواتج الابوبتوسس دي المفروض ان النواتج الابوبتوسس دي بيحصل لها كليرنس في الماكروفيج، بيحصل لها فاكوسايتوسس، لانه الفاكوسايتوسس الاكشن بتاعها بيقل في عينين لوبس. في دراسه اتعملت عشان لقوا فيها ان في اوتو انتيبوس بتروح للماكروفيج وبتقلل الايفكت بتاعها. يبقى بيحصل ابوبتوسس بتتشاف الميون سيستم، نواتج الابوبتوسس ما بيحصلهاش كليرنس في الماكروفيج. الحاجه الثانيه اهم يعني ان الالترا فايلت انديوس كيراتينوسايت ريليس من انترلوكين 1 ودي ان اف الفا. هي بيحصل سينرجيستك ايفكت من الراديشن من الالترا فايلت من اليو في بي والانترلوكين 1 الفا عشان يزودوا الدي ان اف الفا. الدي ان اف الفا احنا زي في امراض كتير في الجلد له نواتج كتير ايمونولوجيك، وبيعمل كيموتاكسيس لمالتيبل انفلاماتوري وايمونولوجيك سيلز. النقطة اللي بعد كده العوامل الأخرى الانفيرمنتال اللي بتأثر على اللوبس. النقطة الثانية اللي هي السموكينج. السموكينج الناس اللي لقوا في دراسات اتعملت على سموكرز كتير ولقوا إن هم أكثر عرضة يجي لهم لوبس أكثر من نون سموكرز. حاجة ثانية دراجز. في دراجز كتير لقوا إن هي بتعمل لوبس ارثيماتوزس وممكن تعمل إيه إيه بوستيف لكن ما تعملش سيستميك لوبس. يعني تطلع تحليل إيجابي لكن هو ما يكونش عنده سيستميك مانيفستيشن لسه. اخر حاجه الفيروسز الانفكشن، واشهر حاجه الفيروسز زي الروبيلا وسيتوباجيلا. في حاجه مشهوره جدا لقوها الناس كتير من السيستميك لوبس ارثيماتوز كانوا سيرو نيجاتيف للبيشتين بار، وبعد ما جالهم الديزيز بقوا سيرو بوزيتيف. دراجز اشهر ادويه معموله زي بوكينامايد واي ان اتش والفينيتوين وميثايل دوبا والهيدرولازين، دول لما بنيجي نعملهم نلاقيهم انتي هيستون بوزيتيف. لكن في ادويه ثانيه بتعمل سب اكيو كونتينوس لوبس لايك، وبتيجي تعمل لها تحليل بتكون عندها رو لا بوستيف لكن الستونز بتكون نيجاتيف، زي الهايدروكلوسايزايد بريزيكوفيد والتربانفين. ده بالنسبه للاتيولوجي. هنتكلم نقطتين على الباثوجينيسيس، بعض الخلايا والنواتج بتاعتها ودورها في الباثوجينيسيس. يعني اول خليه الكيراتينوسايتس. الكيراتينوسايتس اللي بيحصل لها ابوبتوسس. في حاجه اسمها تي ان اف ريليتد، يعني اتعملت بتي ان اف TNF related apoptosis inducing ligand. ده برو ابوبتوتيك بروتين. لقوا ان هو بيزيد في الجلد بتاع عينين سيستميك لوبس، وان الخلايا بتاعت الكيراتينوسايت عليها في ريسبتور في ار1 وفي ار4. الار1 ده كل ما يزيد كل ما يكون الابوبتوس فرصه الكيراتينوسايت انها يحصل لها ابوبتوس اكتر، والار4 كل ما يقل برضه نفس الحكايه. يعني الار4 بروتكتيف والار1 بتنديوس الابوبتوس. احنا قلنا ان هي في نقطه مهمه اللي هي الانترفيرون الفا. الانترفيرون الفا قلنا ده اهم واحد في الباثوجينيسيس. الانترفيرون الفا ده بيطلع من خليه اسمها بلازموسايتويد دندريتك سيلز. يبقى بيحصل اكتيفيشن بعد الابوبتوسس بعد الانجري الكيراتينوسايتس للبلازموسايتويد دندريتك سيلز. هنقول ازاي بعد كده. فما يحصل لها اكتيفيشن طلع انترفيرون الفا، والانترفيرون الفا هو ده اللي بيبدا القصه كلها. في حاجة تانية بتطلع من الكارديوسايتس اللي هي بيسموها اتش ام جي بي 1 اللي هي هاي موبيلتي جروب بوكس 1. اتش ام جي بي 1 دي اللي بتعمل اكتيفيشن للبلازموسايتويد دندريتك سيلز عشان تطلع انترفيرون الفا. الخلية التانية الانسيلين سيلز. الانسيلين سيلز بتطلع حاجة اسمها انترفيرون ديوز جرانيوسايت بايندنج بروتين، غير انها
بتساعد في تكوين الجلوكوزا مينو جلايكاز، هي والجلوكوزا مينو جلايكاز بتطلع من السيرة سيلز وتطلع من الفايبروبلاست. الجلوكوزا مينو جلايكاز ليها برو انفلاماتوري وليها انتي انفلاماتوري على حسب نوع الجلوكوزا مينو جلايكاز اللي موجود. يعني مثلا اللو مولكيولر ويت هيالورونيك اسيد بيعمل اكتيفيشن ماكروفيج والدندريتك سيلز وبيكروت اميون سيلز، لكن الهاي مولكيولر ويت هيالورونيك اسيد بيبروتكت التيشو من الانفلاميشن. هي بعد كده النيوتروفيلز والدندريتك سيلز، النيوتروفيلز لما بيحصل لها انجري او بيحصل انفيجن مايكروبيال بتعمل حاجه اسمها فورم، بتعمل نيوتروفيل اكسترا سيل اكسترا سيلولار ترابس بيسموها نتس. تكوين النتس ده بنسميه نتوزس، بيحصل نتيجه تعرض يعني وجود المايكرو اورجانيزم سايتوكاينز اند اذر ستيمولاي. ال ال 37 ده اشريط بشكل قوي بالنتس، وال ال 37 موجود في زيز مشهور أو اللي هو روزيشيا، يعني كلام كتير قوي عليه في روزيشيا، وبيحاول يطلعوا ادويه تشتغل عليه. It has been shows ان هو بيحول الاندوجينس دي ان اي لبوتنت اجونست للتولوينج ريسبتورز الموجوده على البلازموسايتويد دريت سيلز. وقلنا البلازموسايتويد دريت سيلز اللي طلع انترفيرون الفا، انترفيرون الفا، وده اللي بيبدا القصه كلها. يبقى ده تاني ستيمولس بيحفز البلازموسايتويد دريت سيلز انها تشتغل. في نقطة إن الدمج بلازموسايتويد دندريتك سيلز بتعمل ريكروتمنت لتي هيلبر 1، لكن الجنكشن بلازموسايتويد دندريتك سيلز بتعمل ريكروتمنت لسايتوتوكسيك تي سيلز. البي سيلز طبعا غير إن هي بتعمل انتيجن برزنتيشن بتطلع انتي بوديز، ولقوا إن في الديسكويد لوبس لقوا أكتر دنسيتي للبي لمفوسايت. والغريب في كده إن العيانين بتوع الديسكويد لوبس بيستجيبوا بشكل اقل من الادويه اللي بتعمل ديليشن للبي سيلز، بعكس في حالات الاكيوت كوتينيوس لوبس وصاب اكيوت. يعني الناس اللي عندهم اكيوت كوتينيوس لوبس وصاب اكيوت بيستجيبوا لدواء مثلا زي البيني بوماب اللي احنا بنقوله بعد كده، وده بيعمل ديليشن للبي سيلز. لكن الديسكويد لوبس على الرغم ان انت في الجلد بتاعه بتلاقي ان البي سيلز اكتر كدنسيتي، لكن ما بيستجيبش كويس. اخر حاجه التي سيلز، تي هيلبر 1، ودي اهم تي سيلز موجوده في الـ في الـ في اللوبس. تي هيلبر 1 انفلاميشن في الكوتينيس، في الكوتينيس لوبس ده بريدومينانت تي هيلبر 1 ميديتد. تايب 1 انترفيرون بروديوس بالبلازموسايتوت دندريتك سيلز بتريكروت تي هيلبر 1 لمفوسايتس. البروديوسد انترفيرون جاما اكتيفيت الماكروفيج، يعني هي بيحصل بعد كده برودكشن الانترفيرون جاما، وده بيعمل اكتيفيشن للماكروفيج وبيزود السيتوتوكسيك تي سيلز وبيخلي النايف تي سيلز تتحول تي هيلبر 1 سيلز. سيتوكسيك سي دي 8 لقوها ان هي موجوده في الـ في الـ في الديزيز اللي معاها ديستراكشن او سكارينج زي الديسكويد جروبس. ده بالنسبه للبوزيشنز، ده اخر جزء في المحاضره. هنخش على الكلينيكال. الكلينيكال هنقول اربع نقط. اول حاجه ان في الكوتينيوس الاسكينيجنز اللي بتيجي مع عيان سيستميك لوبس، هنتكلم على الاكسترا كوتينيوس مانيفيستيشن، هنتكلم على الاي سي ار كرايتيريا، وهنتكلم حاجه اسمها سيستميك لوبس ارثيماتوز ديزيز اكتيفيتي اندكس، هنذكره باختصار. اول حاجه عيان السيستميك لوبس ممكن يجي له حاجه اسمها سبيسيفيك اسكينيجنز للوبس وحاجات نون سبيسيفيك. السبيسيفيك اللي هي حاجات بتاعت الجلد اللي احنا عارفينهم ان هم الاكيوت وصاب اكيوت وكرونيك، وكرونيك بقى انواعها. لكن نون سبيسيفيك زي سايتوكلاستيك فاسكولايتس، زي يجي له فيديو ريفيرس، يجي له الوبيشيا، يجي له موتوين موديول، يجي له لايكن، يجي له ارتكاليا وهكذا. طيب السيستميك مانيفستيشن بتضرب كل حاجه تقريبا، يعني يجي له جنرال مانيفستيشن، يجي له ماسكوسكليتال، يجي له هيماتولوجيكال انيميا وليكوبينيا وسيموسايتوبينيا، يعمل بلوريسي ويعمل بيركاردايتس، يعمل رينال، حاجات كتير من جلوميرولونيفرايتس كلها معاها بروتينوريا باختلاف على حسب نوع الديزيز اللي هي جايه فيه، يعمل نيورو سايكاتريك مانيفستيشن وجي اي واوكيولار والليمفاتيك سيستم افكشن. دي بقى النقطه المهمه، ان انا لو انا عايز اشخص عيان عنده سيستميك لوبس لازم يكون الاي سي ار كريتيريا دي اجمع اربعه من ال 11 دول. الاربعه دول ممكن اجمعهم مع بعض، يعني النهارده مثلا اجمع الاربعه، او على مدار زمني، يعني هو يكون من سنه عنده تحليل كان عنده نفروتك سندروم وكان البروتينوريا مثلا اكتر من نص جرام، يبقى دي واحده من الكرايتيريا. بيديني هيسترون يجي له فوتو سنسيتيفيتي، دي واحده من الكرايتيريا، مش شرط في ساعتها وانا قاعد قصادي يكون الاربعه موجودين عنده. ايه هما ال 11؟
هم ساعدين ان احنا نقول اربعه بيجوا في الفيس وبيكون معاهم ثلاثه انفستيجيشن واربعه اللي هو الانفلاميشن الموجودين في السيستم. اربعه في الفيس اللي هم المالر راش والديسكويد والفوتوسنسيتيفتي والاورال السرز، والاورال السرز عاده بتكون بينلس. عشان كده لازم ان انا اللي اكشف عليه، انا اللي اقول العيان افتح بقك ودور عليها. الاربعه اللي موجودين في السيستمز سيروسايتس يعني بلوريسي وبريكارديتس ريدال افكشن يعني يكون عنده بروتينوريا اكتر من نص جرام او سيريال كاست. ثالث حاجه نيورو يعني سيزرز او سايكوزس بس ما يكونش بياخد ادويه تعمل ده او ده. واخر حاجه الهيماتولوجيكال زي الليكوبينيا والليمفوبينيا والثرومبوسايتوبينيا. في دي اول واحده في الانفستيجيشن اللي هي الهيماتولوجيكال اللي هي الليكوبينيا وفي ارثرايتس ده من ضمن الانفلاميشن بيكون متافكشن. احنا قلنا اربعه في الفيس واربعه بيكون فيها انفلاميشن زي سيروسايتس ورينا ديس اوردر نيوروسايكاتريك والارثرايتس. وفي ثلاثه انفستيجيشن اللي هم الهيماتولوجيكال او قلناها بوليتيك انيميا والليكوبينيا والليمفوبينيا والثرومبوسايتوبينيا. الايه ان ايه ده لوحده كريتيريا لوحده، ايمونولوجيك حاجات ايمونولوجيك ثانيه اي واحده فيهم. يعني لو كل ايمونولوجيك موجود بيبقى كريتيريا واحده بس زي الانتي دبل ستراند الانتي سميث عنده بوست فاينل الانتي فوسفوليبيد او الفوس بوزيتيف للسيفلس. اخر حاجه في حاجه اسمها سيستميك لوبس ارثيماتوز ديزيز اكتيفيتي اندكس. ده عشان بيعملوه عشان ياسس الديزيز اكتيفيتي. هم دول يعني ان عشان واحد يتشخص ان هو اكتف لازم يكون عنده 4 من 17 مش هنقولهم. بس في صادي اتعملت عشان تقارن الاي سي ار بالسليت اي اي دي عشان يشوفوا انهي في عيانين السيستميك لوبس انهي كريتيريا تكون موجوده اكتر. والحقيقه انا هنحط المحاضره بعد كده هتلاقوا ان الكريتيريا اللي موجوده اكتر في بالنسبه للاي سي ار هي برده نفسها اللي موجوده اكتر في السليت اي اي اندكس. كلينيكال اول حاجه الاكيوت لوبس. الاكيوت لوبس ممكن تيجي لوكالايز ممكن تيجي جنرالايز. لوكالايز زي في المالر راش وممكن تيجي طبعا في الفور هيد تي في الشن وفي اريا اوف نيك. جنرالايز بيكون عنده وايد سبريد اكزانسيمتس اربشن ومشهور جدا ان هو بيعمل سبيرنج للنكلز على عكس الدرماتوماسايتس. وبرده في المالر راش دايما بيكون سبيرنج النيزوليبيال فولد. في نوع اكيوت فورم من اكيوت كوتينيوس لوبس ممكن يجي لك بتن لايك يعني يجي لك بروزيكول بولس ديزيز وبعدين يعمل لك تن لايك بيكتشر. يعني الاكيوت كوتينيوس لوبس بيحصل لها اكسبريشن والتر فايلوت وبتسي بوست انفلاماتوري بيجمنتيشن ما بتعملش سكار الا حصل لها سكندري بكتيريا انفكشن. دي امثله مثلا يعني هنا في ده هنا النيزوليبيا فوق هتلاقيه مش متاخد مشهور قوي هو مش متاخد وده الجنرايزد فوق. صبع اكيوت صبع اكيوت ممكن تجيها باكيول باكيول وبعدين تعمل لك هايبر كارتوزال تابلو سكويمس او انيول بروسايكيك. يعني يا اما يجي انيول بروسايكيك ليشن يا اما يعمل تابلو سكويمس ليشن. هي بتيجي برضه فوتو سنسف اريز زي الابر باك والشولدر والبي اريا اوف ذا ريك قليل قوي انها تيجي في الفيس. السب اكيوت ما بتحصلها بتهيل بتلجو لايك دي بيجمنتيشن. السيفري فاريانتس من السب اكيوت كوتينيوس لوبس مشهورين وفي نوع طبعا ممكن تيجي برضه بتعمل تيم زيكرو بولس او ستيفن جونسون لايك سندروم وممكن تيجي بتريسيفورم ليشن. على الرغم ان الفاين بتاع سيركريتنج انتي بودي الرو والله مهم يعني موجود بقوه مع السب اكيوت كوتينيوس لوبس لكن هو مش اساسي عشان شخص. يعني ممكن اشخص واحد هو ما يكونش عنده ولا رو ولا لا بوزيتيف. الحاجه الثانيه ان نص عينين اللي عندهم سب اكيوت كوتينيوس لوبس بيميت الاي سي ار كريتيريا اوف سيستميك لوبس. يعني نصهم عندهم سيستميك ديزيز. الحاجه الثانيه لقوا ان البابلوس كويمس تايب بيكون اكتر اللي يكون معاه سيستميك ديزيز اكتر من الانيول بروسايكل تايب. حاجه ثانيه سب اكيوت كوتينيوس لوبس ممكن يكون مع يحصل لها اوفرلاب مع اذر اوتو ميون زي جوبنن والروماتويد ارثرايتس والهاشيمون سايكوسايتس. ماشي ده منظر سب اكيوت الانيول بروسايكل ليشنز وكابلوس كويمس. النيونيتال لوبس وده اوتو ميون ديس اوردر اشيت مع الماترنال رو لا الريسك بتاع الانفنت. يعني لو ام عندها سب اكيوت كوتينيوس لوبس
الريسك ان ابنها يجي له نيونيتال لوبس هو 2% في اول حمل و 25% لو كان جالها في الحمل قبل كده. الكلينيكال مانيفستيشنز بتاع النيونيتال لوبس اخطرهم واللي احنا بنخاف منه دايما هو الكونجنتال هارت بلوك، ممكن يكون معاه سكن راش، يكون معاه كارديوميوباسي هيباتيك انفولمنت وسايتوباثي. كل الحاجات دي بتريزولف بس اللي بيتبقى كونجنتال هارت بلوك والكارديوميوباسي لو حصل. نص الانفنت اللي بيجي لهم نيونيتال لوبس بيكون عندهم مانيفستيشن جلد. تيجي برضو نفس المنظر زي ما احنا قلنا في السابق الكوتينيس، يعني بتكون انيولار بلاكس وذ ريديما اند سكيل. هي بتيجي كتير في الفيس بس ممكن تيجي في اي مكان، ومش شرط ان الواحد يتعرض للضوء عشان تحصل. يعني على الرغم ان هي بيحصلها اجريفيشن في سان اكسبوز اريا، لكن هو مش اساسي عشان ده ان عيان نيونيتال لوبس يحصل له ليجنز بتاعت النيونيتال لوبس اريسمتوس. غالبا بيحصل لها ريزوليوشن من ستة لتسعة شهور بعد ما الانتي بودز تكون خرجت من السيركيليشن بتاعته. كلينيكال بس باثولوجيكال اسكيليشن بتاع النيونيتال لوبس هي شبه سابق كوتينيس لوبس. ده جدول برضه عشان نفس الكريتيريا اللي احنا قلناها السكين والكاردياك والهيباتولوجي والهيماتولوجي والانفستيشن. ده منظر طفل عنده نيونيتال لوبس. اخر حاجه كرونيك كوتينيس لوبس. كرونيك كوتينيس لوبس هنتكلم عن كلاسيك ديسكويد لوبس، الهايبرتروفيك، الميكوزال، لوبس مانيكولايتس، تشيبلين لوبس والتامينس. الكلاسيك ديسكويد لوبس ده بيكون ريد بابيول او ماكيول وبعدين بتعمل فلاك ديفولب هايبركيراتوتيك سيرفيس. الكلاسيك ديسكويد لوبس تيبيكلي ايفولف ان شارب ديماركيت ديرثيمتس بلاك كفرد ببرومننت ادرنت سكيل، بيكون مشهور عليها طبعا ان هي حصل لها ادرنت سكيلز. وغالبا لما تيجي توسع على البريفري بإرتيما وهايبر بيجمنتيشن وتريزولف في النص بهايبر بيجمنتيشن وسكارينج كلانجيوتيزي. لو جت في هير بيريك اريا عاده بيحصل لها هير لوس، موستلي بيكون سكارينج بس هو مش شرط. فولوكيولار انفولمنت في الديسكويد لوبس ده بروميننت فيتشر طبعا بيحصل لها كيراتوتيك بلاد. الديسكويد لوبس بتيجي في الفيس والسكالب والايرز والبي اريا اوف ذا نيك والاكستنسوس اسبيكتس بتاعت الارم. السكالب انفولمنت موجود في 60% من الحالات بتاعت الديسكويد لوبس. السكارنج البيشيا موجود في 1/3 اوف بيشنتس، يعني تلت الحالات بس اللي بيحصل لهم سكارنج. ده ممكن يرجع ان هو العيان اتشخص بدري فتعالج بدري، او زي ما احنا قلنا على حسب الهيستولوجي بتاعه. يعني احنا مثلا كنا قلنا في باثوجينيسيس ان تي سايتوتوكسيك تكون اكتر في الناس اللي عندهم سكارنج، وبالتالي فالانفيرتر مش بيكون بنفس الطريقه في كل العيانين. الشكل اللي بيجي العيان مش بيكون ثابت في كل العيانين سكويد لوبس. الديسكويد لوبس ممكن تيجي في الهيد والنك، بس ممكن تيجي طبعا نقول على حاجه اسمها جنرالايز ديسكويد لوبس لو هي جايه اباف اند بيلو النك. بس البان موسولز ممكن تيجي فيهم ديسكويد لوبس وتكون هيد. ممكن تيجي في النيل، تيجي في النيل بس وتعمل نيل فولد ريثيما تنجيتيزيا ريد لينيولا كلوبينج بارونيكيا بيتنج ليكونيكيا. كل الحاجات دي ممكن تيجي ديسكويد لوبس مش هتشخصها طبعا بده. بس الديسكويد لوبس بوتنشيت برضه سان لايت بس هي اقل من الاكيوت وساب اكيوت. النقطه المهمه اللي هنقول عليها ان 5% من عينين الديسكويد لوبس بيكون بيميت الاي سي ار كريتيريا بتاع سيستميك لوبس. يعني 5% من عينين الديسكويد لوبس بيكون عندهم سيستميك ديزيز، وبالتالي هو مهم ان انا عيان جاي عندي ديسكويد لوبس ان انا استبعد ان هو عنده سيستميك افكشن. دي امثله العيانين ديسكويد لوبس جايه في النوز بتعمل له عمليه سكارنج الفيشيا جايه في الاير. دي امثله ودي جايه في السونه. هايبرتروفيك تايب. هايبرتروفيك تايب ده بيكون في روكس هايبركيراتوتيك تايب اكتر من الديسكويد لوبس الكلاسيك. بتيجي اكتر في الابر باك والفيس والاكسنسور اسبيكتس اوف ذا ار. ممكن يحصل اوفرلابنج من الهايبرتروفيك مع اللايكن بلانس بيسموه روبريك لايك لوبس بلانس. البيشنت بتوع الهايبرتروفيك ديسكويد لوبس ليهم نفس الريسك ان هم يديفلوب السيستميك لوبس زيه زي الكلاسيك ديسكويد لوبس العادي، يعني هم نفس 5%. الميكوزا لوبس دي بتيجي في ربع العيادين عاده بتبدا بينس برضه
ليجن وبعد كده بيحصل له اروجن وبعدين بيحصل له تبع بينفول ألسريشن. وده طبعا لازم اشهر ديفرنشال بتاعها مع اللايكن كلاوس. قليل قوي ريرلي ان العيانين الاورال بيكوز اوف سكويد لوبس ان هم يحصل لهم سكويموس سيل زي ما بيحصل برضه في السكويد لوبس اللي بتيجي في الجلد عادي. ممكن تيجي في البريمير بوردر بتاع اللبس وممكن تعمل ديفيوز كلايتس. بروفريشن ليزر سيمبتوم ده بيحصل اكتر مع السيستميك لوبس اكتر ما بيحصل مع السكويد لوبس. لوبس بانيكولايتس او لوبس بروفاندوس او كابوسي ارجانيك ديزيز ده ري فورم. 70% من الناس اللي عندهم لوبس ارثيماتوس بانيكولايتس بيكون معاهم ديسكويد لوبس عليها. بتيجي شكلها تلك سبكوتينيوس ليجنز فيرم نيديول من 1 ل 3 سنتي. الاوفرلاين سكين بيكون اتاتشد للسبكوتينيوس نيديول. اب بتيجي فين؟ تيجي في الهيد والبروكسيمال ابر ارمز والشيست والباك والبريست والبوتوكس. الدستروفيك في نقطة مهمة ان هي ممكن تيجي في البريست وتعمل بريست نيديول زي حزق وتشككني ان هي يكون عنده بريست كارسينوما. الحقيقة ان هو كلينيكي راديولوجيكلي بيكون شبه البريست كارسينوما، ما بيفرقش ولا كلينيكي ولا راديولوجيكلي، لان خصوصا ان هي بيحصل فيها كالسيفيكيشن برضه. الكالسيفيكيشن دي هي اللي بتكون مصدر الألم اللي بيحصل معاه. 50% من الناس اللي عندهم لوبس ارثيماتوس بروفاندوس بيكون بيميت الكريتيريا بتاع سيستميك لوبس ارثيماتوس. شيبلين لوبس وده ده بيجي عادي زي الشيبلين العادي زي البيرنيو العادي وممكن هيستولوجيكال يجي زي الشيبلين وممكن يجي هيستولوجيكال شبه الديسكويد لوبس. يعني في سبيكتروم عادي من الهيستولوجيكال تايب بتاع الشيبلين. يعني بيجي الشيبلين يعني بيربل ريد باتشز وباكيوز وبلاكس بيجي في التوز والفينجرز والفيس. يعني هما بيقولوا ان ممكن يكون الشين بلين لوبس ده عامل زي كوبنر كوبنرايزيشن. كوب بيكون كوبنر كوبنرايزيشن بيحصل في الاماكن دي وبينديوس اوكيرنج اوف لوبس فيها. في نقطه بس مهمه ان احنا قلناها قبل كده ان اللي فيه اوتوسومال دومينانت فاميليار فورم من شين بلين لوبس اللي هو اسوشيتد مع الميوتيشن تريكس 1. بس هي مظهر عادي زي الشين بلين اللوبس ارثيماتوس دومينانس ده فاريانت من كوتينيوس لوبس بيكون عنده ميوسين ديبوزيشن في الديرمس عالي وما بيكونش معاه ابيدرمال ليجن. الابيدرمال تشينجز بتكون قليله قوي لكن الديرمال تشينجز بتكون كاركترايز بالانكريز الميوسين ديبوزيشن. اهميه الدومينانس ان هو بيكون اكتر نوع فوتو سنسيتيف تايب وان هو بيستجيب طبعا بالتالي للانتي مالاريا اكتر من غيره وان هو قليل يكون معاه سيستميك مانيفستيشن. في نقطة هنتكلم بس عن البريجننسي. الافكت في السيستميك لوبس على البريجننسي ان بتزيد المورتاليتي بتزيد 20 ضعف الشخص العادي او الفيميل العادية اللي هي ما عندهاش لوبس وبيرجعوا المورتاليتي زيادة دي حدوث البري اكلامسيا الانتي بوديز اللي هي ممكن تكون اشيتد معاها والادفيرس افكتس من التريتمنت خصوصا الانفكشنز لان احنا معظم الادوية هي الميوسبريسنت. الاكتيفيتي بتاع السيستميك لوبس يعني الاكتيف سيستميك لوبس ديورنج الفيرست ديورنج 6 مانس قبل البريجننسي او في بدايه البريجننسي بتزود احتماليه الفيتال والبرينال والبرينيتال مورتاليتي بريماتور بيرث اند ريسك اوف انتراوترين جروث ريتارديشن. وجود الرينال افكشن برضو بيزود الريسك للاوبستريك كومبليكيشن. الريسك بتاع البريكلامسيا البريكلامسيا بنعرفها لو سيستوليك بلاد بريشر زاد عن 140 والدايستوليك زاد عن 90 يكون عنده بريتونيريا اكتر من 3.10 جرام يكون عنده ثرومبوسايتوبينيا ديستربد هيباتيك فانكشن اكيوت رينال انسفشنسي بالمونر ايما فيجر وسيرفر سايتس. دي بتحصل في 30% من العيانين من الفيميلز في البريجننسي اللي عندهم لوبس. الانتيفوسفوليبيد سيندروم هنتكلم عليها دلوقتي. نتكلم عن الدرموسكوب بتاع سكويد لوبس. الدرموسكوب بنشوف فيه فلوكر كيراتوتيك بلاكس بتكون بريفلوكر وايت هالوز بتشوف فيها تلانجكتيزيا بتشوف فيها بيجمنتيشن.
ده البيشنت ده عنده الكلانجكتيزيا باينه، عنده فلوكر بلوجنج وفي فلوكر ريبيجمنتيشن، والحته البيضاء دي اللي حصلها في فيبروسس تراكشنز وايت اريز، باين ان هو في ديبيجمنتيشن سنتر وفي هايبرجمنتيشن بريفري. نفس الحاله دي برضو يكون عندها فلوكر بلوجنج واضحه، كلانجكتيزيا واضحه، بيسموها بيري فلوكر وايت هالز، يعني في حاجه بيضاء كده حوالين الفلوكر الاوبننج، والفلوكر بلوجنج واضح جدا في الحاله. الهيستولوجي بيحصل فيها هايبركيرتوز فلوكر بلوجنج، بيحصل ابيدرمال اتروفي، بيحصل انترفيس درماتيتس، يعني ماكرو ديجنريشن عند الديرمو ابيدرمال جنكشن، هي بتكون بي اس بوزيتيف نتيجه ثيكنس بتاع بيزمنت ميمبرين، بيكون في ميوسين بوزيشن. واضح كل الليمفوسيتيك انفلتريت الانجكتيزيا هي باينه، الاديمه موجوده، وثيكن بيز ميمبرين، وفاكر الديجنريشن بيحصل في البيزنس. اللاب الاكيوت هو الاكيوت فورم هو زي سيستميك لوبس، الصاب اكيوت بيكون الرو بتكون وصلت في 72% واللا بتكون في 36%، قليل قوي تلاقي واحد عنده لا بوستر ما يكونش عنده رو بوستر، بس وجود النسب دي بتقول لك ان هو مش شرط يكون دور بوستر عشان العيان تشخصه بصاب اكيوت كوتانيوس لوبس. بالنسبه للديسكويد هي اهم تحليل عندنا هو الدي ان ايه بيكون بوستر من 30-40%. بس الانتي دبل ستراند ده مش بس بيشخص، لا هو بيكورليت مع الاكتيفيتي بتاع الديزيز، ولو ان الانتي دبل ستراند بيزيد قبل الفلير بتاع الديزيز، قبل على طول قبل الرينال انفولفمنت، يعني العيان لو زاد عنده التتر بتاع الانتي دبل ستراند يعرف ان بعد شويه هيكون عنده رينال افكشن، وقت الرينال افكشن نفسه الانتي دبل ستراند بيكون كونتيومد وبيكون الف. وده اثبتوه برضه ان العينين اللي خدوا ريتوكسيماب اللي هو انتي سي دي 20 لانه بيحصل لهم ان التتر بتاع الانتي دبل ستراند بيقل، لكن الاي ان ايه ما بيتغيرش، وبالتالي الاي ان ايه وظيفته تشخيصيه بس لكن ما بيقيسش اكتيفيتي. الكومن سيستم لقوا ان في كورليشن بينه وبين الرينا، وفي ناس قالوا لا. في لسه يعني باي ماركرز ثانيه هيسوها بالنسبه للفرايتس بالنسبه للنيوروسايكاتري. ماشي، هنتكلم عن تريتمنت. اول حاجه في تريتمنت سان بروتكشن، استخدام بتاع سان سكرين وكل ساعتين تكون برود سبيكتر بتغطي اليو في اي واليو في بي. الحاجه الثانيه ان انا ادي فيتامين دي عشان هو اصلا اوريدي ان انا احميه من الشمس، فرد الشمس قليل. وبدي 400 انترناشونال يونت من فيتامين دي 3 دي. العلاج في توبيكال في سيستميك. توبيكال بنتكلم على توبيكال استرويد وكالسيونرين انهبيتورز وتوبيكال ريتينويدز. توبيكال استرويدز هي الميد بوتنسي بنستخدمها في الاكيوت وساب اكيوت على ليمتد ليجن، يعني خصوصا لو كان الديزيز ليمتد ليجنز. الديسكويد لوبس بنستخدم كلاس 1 وكلاس 2 توبيكال استرويدز، ممكن نستخدم انترليشنال انجكشن نفس التركيز اللي بنستخدمه في الاربيشيا 5 ملي جرام من 4 ل 6 اسابيع انترفال على البريفري بتاع الليجن. كالسيونرين انهبيتورز بنستخدمها عشان بدل ما استخدم استرويد او هي نفسها بتجيب افكت، وبالتالي ممكن ابدلها مع الاسترويد خصوصا في حالات الاكيوت وصاب اكيوت. بس بعمل روتيشن منها وبين التوبيكال استرويد. التوبيكال ريتينويدز بستخدمها في الهايبرتروفيك تايب بس. السيستميك تريتمنت اول حاجه الانتي ملاريا هو اهم دواء عندنا في السيستميك تريتمنت، الانتي ملاريا وهو اللي مكمل عليه، يعني اي عين بتاع سيستميك لوبس غالبا بيبدا ممكن انتي ملاريا وسيستميك سترويد وبعد كده او هيزود دواء تاني معاه وبعد كده هيجي في الاخر مكمل على انتي ملاريا بس. الانتي ملاريا بتشتغل انها ليها انتي انفلاماتوري لكن هي مش اميون سبريسف. انتي انفلاماتوري افكت عندنا في ثلاثه مشهورين من انتي ملاريا، كلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين والكوين اكرين. الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين ليهم دوز ديبندنت ريتنال ريتن التوكسيستي لانهم بيحصل لهم ديبوزيشن في الريتن او في السكن. كلوروكوين 250-500 ديلي، لكن الهيدروكسي كلوروكوين اللي انا بستخدمه اكتر بستخدمه من 200 ملي جرام مرتين في اليوم. الهيدروكسي كلوروكوين السايد افكتس بتاعته على الريتنا اقل من الكلوروكوين. ما ينفعش ادي العيال الاثنين دول مع بعض. الكوين اكرين ممكن ازوده على ده او ازوده على الثاني. مش موجود في مصر مش موجود في امريكا، هو ده بيديه 100 ملي جرام ديلي. ومالوش ريتنال افكشن لكن اللي هو له جي اي مانفستيشن وبيعمل يلو ديسكريشن للسكن. ماشي، بتاخد 3 ل 6 شهور عشان اوصل للماكسيم امبروفمنت بتاع الانتي ملاريا. السموكينج لازم اوقفه لان هو بيقلل ريسبونس، في ستادز اتعملت كتير عشان هو بيقلل ريسبونس للانتي ملاريا. ماشي،
الاسترويد ده المين ستيت تريتمنت بتاع سيستميك لوبس، بدي من نص الواحد ملي جرام بير كيج، وممكن اديله انترافينس باس ثيرابي على 3 ايام. لازم طبعا اخد بالي من السايد افكتس المشهوره بتاع السيستميك استرويد. ميثوتريكسين ده بستخدمه في العينين اللي هم ما بيستجيبوش كويس او ما ينفعش استخدم فيهم الانتي فالاريان، بدي اورال سبكوتينيوس نفس الجرعه اللي احنا بنستخدمها في الجلد مشهور، نفس بتوع الروماتولوجي 10 25 ملي جرام. والسايد افكتس المشهوره هي نفسها بتاعه الميثوتريكسين اللي احنا عارفينها، النوزيا والفتيج والافكشن بتاع البول مارو والهيباتيك مانفستيشن وبتعمل لاين لاين فايبروس. الريتينويد بستخدمها سواء توبيكلي او بستخدمها اسبريت، بستخدمه سيستميكلي في عيانين خصوصا الهايبرتروفيك تايب. الدابسون لو ان هو كويس في حالات سب اكيوت وحالات اللوبس السيمتوس بروفانس. مشكله الدابسون هيموليسيس خصوصا في الناس اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، وبيعمل لانه بيعمل جرانوسايتوسيس، وفي حاجه مشهوره طبعا المشكله بتاعتها اللي هي دابسون هايبر سنسيتيفيتي سيندروم. الدابسون لقوا ان هو بيفرق قوي في العيانين اللي عندهم البولس فاليوم بتاع اللوبس السيمتوس. الجرعه بتاعته ببدا ب 50 ممكن اوصلهم 100 150 ملي جرام. المايكرويف مفيدين لو بنستخدمهم دلوقتي في عيانين لوبس، خصوصا في الناس اللي هم ما استخدمناش معاهم انتي مالاريا، ولقوا ان هو نتائجه احسن من الازاثيروكلين. نفس السايد افكتس معظمها جي اي سايد افكتس، وبالتالي هو لارجلي بليس الازاثيروكلين في الناس اللي هم ما بيستجيبوش الانتي مالاريا. انا بستخدم انتي مالاريا بستخدم استرويد، ما بستجيبش انتي مالاريا بحاول اقلل، بدي ميثوتريكسيت او بدي دابسون، بدي مايك فريم وفتيل، هم دول الادويه اللي انا بقدر فيهم. الساليدومايد نتائج يعني في بيبرز كتير عن نتائج رائعه في عينين اللوبس، بس طبعا الليميتيشن اللي بتحدده سواء التراتوجينستي او البريفرنت نيوروباثي، والبريفرنت نيوروباثي دوز ديبندنت. بدي جرعه 50 ملي جرام وعليها لغايه 150 ملي جرام ديلي. الاي في اي جي نتائجه كويسه في بيبرز كتير، بس هو مشكلته الرئيسيه انه غالي. عشان كده احنا بنأجله في الحالات اللي هي ما استجابتش كل اللي احنا قلناه قبل كده. الريتوكسيماب اللي هو الانتي سي دي 20، السي دي 20 اللي هي على البي لينفوسايد. في ستات استعملت عليه طبعا في العينين اللوبس، لو ان عينين الاكيوت وصاب اكيوت بيستجيبوا. عينين سكويد لوبس ما بيستجيبوش كويس للريتوكسيماب، وهو طبعا ما فيش انديكيشن قوي ان انا استخدم الريتوكسيماب فيه. البليموماب لازم نقوله لان هو ده اول دواء ياخد اف دي ابروفال من 55 سنه في السيستميك لوبس، ده بيشتغل على البي لينفوسايت دايركتلي، مش على سي دي زي مثلا الريتوكسيماب، ده بيشتغل على البي لينفوسايت دايركتلي. ما استخدموش طبعا، فيش حالات اتعملت في سكن انفولفمنت اونلي في عينين لوبس خدوا بليموماب. اخر حاجه ده اخر حاجه جديده يعني. ده كايميز انهبيتور، ده جاك انهبيتور زي ما احنا جاك الهيبيتورز استخدامها بقى يستخدموه في الجلد كتير زي ما في الفيتيلوجو في السورايسس وفي الافيشيا رياتا. بدأوا في حاله عيان عنده درماتومايسايتس واستجاب كويس للجاك الهيبيتور اللي هو الروكسيليتينين، فلو انه ما دام استجاب يعني جاب نتيجه في درماتومايسايتس، طب اللوبس اللي هي شبهها ممكن يجيب نتيجه، وفي ستادي لسه هتتعمل عليه. بس اخر حاجه بقى اللوبس والبريجننسي، لو عينه بريجننت هتديلها ايه؟ اول اهم دواء اللي هو احنا اهم دواء اصلا بالنسبه للوبس اللي هو الانتي مالاريا. الانتي مالاريا هو اهم دواء، والهيدروكسيكلوروكوين هو الفيرست لاين تريتمنت. ريكومند كونتينيو مينتنس، بيفضل ماشي برضو على الهيدروكسيكلوروكوين حتى ديورنج البريست فيدنج. سيستميك استرويد بتدي من 10 ل 15 ملي جرام بير داي ديورنج بريجنسي، ما بزودش عن كده. طبعا كل الادويه الثانيه اللي هي معروفه ان هي ممنوعه وقت بريجننسي ما بستخدمهاش. يعني انا بستخدم الانتي مالاريا، ممكن استخدم استرويد من 10 ل 15 ملي جرام. شكرا. شكرا دكتور مصطفى سند. يا جماعه كل اللي ما حطش ورقه بس بالراحه كده، يدي يعمل ورقه، كلنا نعمل ورقه.